اتفقنا ان احنا نبعد، كل واحد فينا يمشي يروح لحاله، واتفقنا ان اللي يرجع في الكلام ده يخلي باله انه مش هيكون لعودة. وابتدأنا نعيش في عنده وبعد فعل، ودماغنا الاخر تربست، ودخلنا في العند الغويط اللي بيسموه بانه عند كفر، وابتدى يعيش العذاب وهنا جدا. بس كان في شعور غريب، ان اجمل حاجة حسينا بمتها وقت ما بعدنا وفارقنا هي ذكرانا الجميل. بس العادي اتنين يفرقوا وعادي يمشوا وعادي يعني ما يزعلوش، علشان مفيش فيه ذكريات بينهم تخليهم يعودوا لبعض تاني. بس اللي مش عادي وبيفرق لما يبقى اتنين ما بينهم ذكريات كلها حب وحنين ضحك وهزار وحاجات كبيرة، وفي يوم وليلة يفرقوا بعض، اهو ده اللي صعب، علشان هتبقى الذكرى بينهم بتلازمهم كل ليلة. وده اللي حسينا بعذاب، كنا دايما نفتكر وقت ما كنا حنينين على بعض جدا، وقت الهزار كان قد ايه طعمه جميل، وقت ما كان واحد بيتعب فالتاني يجري وبيلحق. كنا لما بنفتكر الحاجات دي بنحن للايام دي تاني. يكفي لما نشوفنا صدفة جسمنا بيرعش لوحده ونبقى واقفين مهزوزين، قلبنا بيدق بطلقة والخضة فينا أيضا طين، بس بنبين بعيد وإن عادي إن إحنا شفنا بعض صدفة، ونبين الضحكة بتاعتنا إن يعني الدنيا حلوة وكل فل. بس اللي مش عادي بصحيح إن الحنين جوانا بيزيد مش بينقص، وإن اشتياقنا لبعض كان نقص وينطى. البعض كان أسهل ما فيه إن إحنا قلناه في كلمتين، اتنين بيأذوا نفسهم بمرار كلامهم بس مش حاسين بلاوة، اتنين سكارى شربوا من كاس العناد والكلام وقت الغضب خارج ميزانه. الكلام بنقوله سهل وعادي نخبر اي حد باي كلمه في وقت نرفزها وانتهينا، بس لما نعيش في مر ومقطر الذكريات على طول معاك عمال يمر، تفتكر كل اللي فات والندم حوالين عينيك، يبقى نرجع تاني في الكلمه بتاعتي. مش مهم الناس ساعتها تقول علينا دول عيال رجعوا في كلام، مش مهم، الناس ما هيش حاسه بجروحنا، الناس ما هيش جوه حكايتنا، مش مهم يقولوا ايه، بس الاهم ان احنا حسينا بحاجات بتخض فعلا، اشتياقنا وذكرياتنا قصاد عينينا بيوجعونا. لو سهل نعلن فاللي مش سهل ان نبعد، ما حسبناهاش وقت الغضب لما قلنا ان احنا نتفرق وعادي، شعبنا برضو وقتها كانت حديد، لو كنا نعرف ان الحديد هيجي له وقت يسيح ويبكي كنا لمينا الكلام وما قلناهوش. انسى تقسم جسم عن روحه وحال، انسى تنسى الذكريات بين حد حبيته بحقيقي، انسى مهما تقولها حاول المحاولة هتبقى فشل، انسى فعلا واعتبر كل اللي فات ساعة الغضب اتنين ما هماش دريانين باللي قالوا وخربطوه. الحب غالب أمره مهما كان البعد أغلب، مهما كان العند أغلب، مهما كان الفرقة أغلب، الحب يغلب. أصل في لحظات كبيرة كانت ما بينا صعب نوصفها بكلام، يكفي إن عيني كانت زمان قدام عينيها وبحكي ليها حاجات كبيرة لعمر يوم مخلوق عرفها غيرها هي، وهي برضه حكيت لها أسرار كانت كتير ولا عمر حكيتها إلا ليا. فاللي بدا صعب جدا ينتهي، وان اشتياقنا لبعض اكبر من كلام قلناه وبعدنا، والرحيل تنفيذه اصعب من كلام والنفذ عنا، والاهم ان احنا ملناش حد غيرنا يخاف علينا، وان لما بعدنا لحظه اكتشفنا ان احنا بنحب بحقيقي، واهي النتيجه سوقنا اقوى من البعاد، وهي دي بقى الحسنه الوحيده اللي احنا حسينا بجمالها من مرار البعض دوت وكمان عذاب الذكريات. وإن لو قطعنا بعض ما هوش مهم، عادي نتخانق ونزعل، عادي نتخاصم ونبعد، بس نبعد دون رجوع ده اللي مش عادل للأسف. ده احنا عشنا حروب كتير علشان نكون مع بعض أصلا في النهاية، وحاربنا كل الدنيا فعلا، نيجي احنا بإيدنا ديت ونهد تفاصيل الحكاية مش هيحصل. أهوالنا عيش والشوك في رجلي وانت جنبي، أحسن ما عيش من غير جروح بس انت ما انتش جنب مني. الجرح لو جالي من الدنيا
مقدور عليه، أما لو منك فمش هعرف حقيقي أنا وين، لأن اللي أنت مش عارفاه أصلا إن أنت نقطة ضعفي فعلا، ورجوعي ليكي تاني حبا أو كان رجوعي ليكي جبرا مش مهم، علشان أهم من المهم إن إحنا بعدنا عن حياتنا يساوي كلمة انتحار. فالخلاصة ومن نهاية إن إحنا ملناش لينا غيرنا، جربنا هو كانت النتيجة إن يوم ما هربنا منها عذبنا شغل الانتظار.